الصيني من أمام مسجد إيه رشا؟ المحروسة في من أمام المهندسين. مسجد المحروسة في المهندسين. يا صباح الورد عليكي يا أسماء، وكل سنة وإنتي طيبة. وكل سنة وانتم طيبين. صباح الفل وصباح الوردة على كل الأمة العربية والإسلامية، وسنة سعيدة علينا كلنا يا رب. النهاردة احنا بننقل ليكم الاحتفالات من أمام مسجد المحروسة، تحديدا في منطقة المهندسين. عايزة أقول لحضراتكم إن أجواء الاحتفالات بدأت من امبارح تقريبا ومستمرة لغاية دلوقتي، وإن صح اللفظ احنا الاحتفالات موجودة، يعني مفيش مكان أو مفيش مواطن في بيته، كل الناس نازلة بتحتفل، وبرغم وجود زحام شديد. ده حقيقي، ده حقيقي. برغم وجود زحام شديد الحقيقه، ان لان في رجال المرور موجودين وفي تنظيم. النهارده كمان الجو لطيف جدا، لا منه صيف ولا منه شتاء، يعني جو مساعد جدا على الخروجات. كمان الجناين بعد شويه هتفتح، يعني ممكن اي حد، الناس المكسله ان هي تنزل، بشجعكم ان انتوا تنزلوا الاجواء تحت حقيقي جميله جدا. بس دي كانت الحاله دلوقتي حواليا. النهارده كمان شفنا البلالين وهي بتنزل على الناس، النهارده شفنا كمان العاب بتتوزع على الاطفال، كانت اجواء حقيقيه. ايوه يا اسماء، عاوزين نسالك على موضوع الالعاب اللي بتتوزع على الاطفال، عشان ده بيفرق معاهم جدا الحقيقه في العيد، ان لازم عشان ينزلوا يصلوا العيد يرجعوا بهدايا. فده كان بيحصل قدامي؟ لا بجد ده حقيقي موجود. طب خدتي حاجه ولا لا يا اسماء؟ ده طول الوقت موجود بونبوني كده على خفيف يعني. اسماء انا شايفه يعني جنب وراكي بلالين. شايفه وراكي بلالين كتيره كده، ما تمسكي لنا شويه بلالين كده وتفرحينا. نزلت على الناس ونزلت على، والله انا عايزه امسك وعايزه العب معاهم. طب ما يلا يلا انت لما امسكي على الهوا واحنا واقفين دلوقتي، عاوزه البلالين بعد اللايف. انا هنزل العب معاهم حقيقي، الجو هنا مشجع. انا يعني شايفه الصوره بشكل واضح دلوقتي، اطفال كبار كله نازل يعني ينبسط النهارده. بشجع الناس ان هي تنزل حقيقي، الجو حقيقي يستحق ان انتوا تنزلوا وتنبسطوا فيه. انا شايفه بقى كمان زحمه رهيبه وراكي، يعني غير البلالين انا شايفه راجل بتاع طراطير ورا كده. جبتيها ازاي دي يا رشا؟ ايوه ورا اهو. الزحمه دي كانت حقيقي مستمره من امبارح ولغايه دلوقتي، والزحمه اعتقد ان هي مش هتخف بسهوله، ولكن الحقيقي برغم الزحمه ولان في يعني في تنظيم مروري انا شايفاه بعيني وشفته من امبارح، انا كنت متواجده من امبارح في الشوارع، المولات، الكافيهات، الناس كلها حقيقي نازله، وحاسه ان كمان العيد ده في حاجه مختلفه، يعني حاسه في بركه كده، والاجواء لطيفه، الاجواء شتويه شويه مش زي كل سنه بتبقى صيف. يعني الجو برد، يعني العيد ده حاسه مختلف شويه. حاسه الجو برد عندك شويه؟ احنا حاليا كلنا لابسين صيفي. ايوه في اللي لابس شتوي، في اللي لابس صيفي، ولكن الجو كده فيه نسمه هواء حلوه قوي بيشجع على الخروج. وكمان الجناين هتبقى حلوه قوي لما الناس تنزل وقت الساعه 11 والساعه 12، يعني اشجعكم بجد ان انتوا تنزلوا. طيب اسماء، انت يعني من الملاحظ انك واقفه عند مثلا مدخل سيدات، شايفه ستات كتيره في الشارع جايبين كحك بقى ولا عاملين ايه بالظبط؟ كان كل في ناس كانت جايبه اكياس بونبوني كده، وكل حد عارفه اللي هو سايب الحاجه بعد الصلاه بيوزعها على الاطفال. النهارده كمان كان في زحام شديد في المسجد، كمان ما كانش في تواجد لاماكن للناس ان هي تصلي فيها، يعني مش سهل ان الناس كانت تقف فيها. وكمان دلوقتي احنا حوالينا مواطنين كتير عايزين يسجلوا معانا. طب يلا يلا يعني خليني اعينه معانا. يلا خليني معاكم الصوره بشكل افضح. يلا يا اسماء، الاطفال اللي لابسين جلاليب العيد وراكي دول يا اسماء شكلهم قمر الحقيقه. لا مش جلاليب بس، ده في طقمه وفي شياكه مش عايزه اقول لك. لما تورينا يا اسماء يلا كلمي.